طيب حابة أتكلم مع حضراتكم في موضوع كنا اتكلمنا عليه قبل كده في البيت بيتك، وفي الوقت اللي حس فيه المهندس يعني شريف رئيس الوزراء في خطاب حمل عنوان سري للغاية على ضرورة التعاون مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات الدقيقة للصحفيين والإعلاميين. في الوقت ده أحالة الأمانة أو أمانة الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن عباد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية في الوزارة، حالته للشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق معه على خلفية تصريحاته اللي كشف فيها أن معدل انتشار الإدمان بلغ 20.6% من واقع إحصائيات البث القومي للإدمان اللي أجرته أمانة الصحة النفسية سنة 2015. مدير وحدة الإدمان في مستشفى العباسية للصحة النفسية في وزارة الصحة كان ضيف عندنا في البيت بيتك وفي عدد من الحلقات، واتكلم فيها عن نسب الإدمان بأنها وصلت ل 20.5 تقريبا من واقع البحث القومي للإدمان عام 2015. تعالوا نشوف جزء من حواري اللي أجريته معاه ونكمل. البحث القومي للإدمان عندنا بيقول إن نسبة إدمان السيدات للرجال عندنا في القاهرة تحديدا 1:3، يعني كل 3 رجالة يعني في واحدة ست. العدد يعني كل 3 رجالة في واحدة ست، يعني تقريبا عدد المدمنين في القاهرة وحدها المدمنين 500,000. النسبة دي بتقل في بعض المحافظات زي محافظات الصعيد أو الدلتا لغاية ما توصل أضعف نسبة 1:13، يعني كل 13 راجل في واحدة ست. للحقيقة إن مشكلة المخدرات بتضرب كل الفئات، كل المستويات الاجتماعية وكل الفئات العمرية. البحث القومي نفسه بيقول إن انخفض سن التدخين لغاية 12 سنة، إحنا بنشوف حالات أقل من 12 سنة، وانخفض سن التعاطي ل 14 سنة. خالد مجاهد أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك، وتعليق حضرتك إيه على إحالة مدير وحدة الإدمان بالصحة للتحقيق بسبب تصريحاته الصحفية اللي قال فيها إن معدل انتشار الإدمان في مصر وصل حوالي 20.5%؟ أولا يا فندم أحب أوضح بعد تحياتي طبعا إنه الدكتور عبد الرحمن حماد ليس مدير وحدة الإدمان بوزارة الصحة والسكان. لا، هو مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية. هو فندم هو طبيب بمستشفى العباسية للصحة النفسية، يعني رقم واحد. هو مش مدير وحدة الإدمان. طب بصرف النظر هو مدير وحدة الإدمان ولا هو طبيب بمستشفى العباسية؟ طبيب بمستشفى العباسية. لو هو راح قال للصحافة أو للإعلام إنه نسبة الإدمان في مصر 20.5%، ايه المشكله اللي بتستدعي تحويله للتحقيق؟ يا فندم اوضح لحضرتك الصوره كامله. اولا نزل تصريح عن لسان الدكتور عبد الرحمن حماد انه الصحه تتهم افلام السبكي بنشر الادمان في مصر، وهذا كلام عالي تماما من الصحه. الصحه لم تتهم ولا تملك ان تتهم ولا هي ليست جهه رقابيه على الاعمال الفنيه من اساسها. يعني هو اتنقل على لسانه كده ان هو صرح بكده، ولا ده عنوان مثير مثلا حطه الجورنال؟ لا يا فندم مش اتنقل، ده نزل في الجورنال كالاتي: الصحه تتهم افلام السبكي بنشر الادمان في مصر، ونزل ومعاه صوره معالي الوزير، وكتب كده ان صرح الدكتور عبد الرحمن حماد ان افلام السبكي وراء انتشار الادمان في مصر. فبالتالي رقم واحد ده وزاره الصحه ما عملتش كده وما اتهمتش حد، ادي اول حاجه. ثاني حاجه معلش، ما الجهه المنوطه بالاطلاع باي تصريحات اعلاميه تخص الصحه النفسيه او الادمان هي الامانه العامه للصحه النفسيه. تمام، او المكتب الاعلامي لوزاره الصحه والسكان خلال بيان رسمي او عن لسان المتحدث الرسمي. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه فندم، ما نشر انه نسبه المتعاطين للمخدرات وصلت الى 20%، ده كلام مش صحيح. ووزاره الصحه والسكان اصدرت بيان رسمي وقالت الوزاره انها اولا لم تدلي باي تصريحات في هذا الشان، ثانيا انه من خلال البحث القومي للإدمان أفاد البحث وصول نسبة التعاطي إلى 6%، وبالتالي لا تتعدى نسبة الإدمان عن 2%. طيب أولا أنا صححت التصريح اللي كان موجود ببيان. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة يعني إيه 6% وبالتالي لا تتعدى نسبة الإدمان عن 2%؟ أنا مش فاهمة. البحث القومي يا فندم للإدمان أفاد وصول نسبة التعاطي إلى 6%. ده أفادة ده 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 يعني ده اساس علمي، اساس رسمي. طيب
تمام، ونسبه الادمان لا تتعدى 2%. ايوه فهمت. طيب اسمح لي يا دكتور خالد، خليك معايا. احنا معانا دكتور عبد الرحمن عباد على التليفون. دكتور عبد الرحمن، حضرتك طبيب في وحده الادمان في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه، ولا مدير وحده الادمان اولا في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه؟ بس عشان انا الاول اسمي دكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحده طب الادمان في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه. صدر لي تكليف كمدير وحده من 2013 لغايه الان. طيب تمام. طيب هل حضرتك صرحت لوسائل الاعلام وقلت انه السبكي هو المسؤول عن تزايد حالات الادمان في مصر والكلام ده، هل حضرتك مسؤول عن هذا الكلام؟ طيب ده راي شخص ليا بصفتي راجل متخصص في الادمان. قلت ان ظاهره السبكي وافلام السبكي كان ليها دور كبير في رواج نمط معين وفي رواج تعاطي المخدرات، واستندت في كده لدراسه أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حوالين الأعمال الدرامية. وجد في 2014 أن في 142 أو 132 تحديدا ساعة درامية فيها مشاهد صرفة كاملة لتعاطي المخدرات والتدخين والإدمان. ف يعني إن لم يكن أفلام السبكي هي في المقدمة من الأفلام الداعية لرواج نمط معين من المخدرات وما يرتبط بها من سلوك بلطجة أو كده، أظن حد لا يختلف معايا. ودعوات قريبة كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت قريب بتدعو إلى مقاطعة هذه الأعمال، وده رأي شخص ليا بتبناه وبتحمل مسؤوليته كاملة. هل حضرتك رحت التحقيق؟ لا لسه ما رحتش. طيب الورقة أو القرار اللي وجه لك أنك تروح للتحقيق اتقال لك في إيه بالظبط؟ طيب هو بلغت بيه شفهيا من الأمانة العامة للصحة النفسية. أول حاجة بيسألوا على نسبة تعاطي المخدرات، عايز أصحح كلام لأن يبدو المسؤول اللي اتكلم يبدو مش واضح ليه أو ما فرقش لحضرتك بين يعني إيه تعاطي ويعني إيه إدمان. البحث القومي للإدمان، وأنا بدعو حضرته ولا ممكن نتقابل، البرنامج عندكم طلبني إن أنا أكون على الهواء بكرة، إن إحنا نتقابل وأنا جايب نسخة معايا من البحث القومي للإدمان اللي عملته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة طباعة 2015، بيقول ان نسبة تعاطي المخدرات في مصر 20.6%. يعني ايه تعاطي؟ من اول تعاطي تجريبي، واحد جرب في حياته مرة ياخد سيجارة حشيش، تعاطي ترويحي بياخد بالمناسبات والاعياد من يوم الخميس، تعاطي غير منتظم كل يومين وثلاثة، تعاطي منتظم بياخد كل يوم بس ستيل بيعرف يعمل كنترول بياخد نص حباية ترامادول بس، والتعاطي الهارمفول يوز، التعاطي الضار والادمان 6%. يعني وزير الصحة عادل العدوي، وحضرتك تقدر تبص في الأخبار، قال إن عدد المدمنين في مصر 3 مليون بالضبط، قال تقريبا من 2.5 لـ3.25 مليون. ده الإدمان. يعني في إيه الفرق بين الإدمان والتعاطي؟ الإدمان واحد فقد الكنترول على المادة اللي بياخدها، uncontrollable use، مش قادر يتحكم فيها، مش قادر يتوقف عنها، سببت ليه مشاكل كثيرة في حياته، اتفصل من الشغل، حصل له مشاكل قانونية في كرايتيريا معينة. لكن أنماط التعاطي المختلفة كان 20.6% من عدد السكان، وده بحث منشور. ولو السيد الدكتور اللي بيتكلم هنتقابل بكرة في البرنامج عندكم، أنا جايب البحث معايا، وأتحدى حد في وزارة الصحة يطلع الرقم اللي بيقول عليه الدكتور إن نسبة التعاطي 6% ونسبة الإدمان 2%. طيب. مفيش تقريبا دراسة معمولة بتقول الكلام. وصلت فكرتك يا دكتور عبد الرحمن، خليك معايا دقيقة واحدة. دكتور خالد، حضرتك سمعت معانا الدكتور عبد الرحمن، رأي حضرتك إيه في كلامه؟ سمعت، وهيوضح حضرتك حاجتين. أولا أنا لست طبيب إدمان ولا متخصص، أنا طبيب جهاز هضمي وكبد، ولكني أنا متحدث رسمي باسم وزارة الصحة. بعترض على حاجتين. أول حاجة، اللي أنا الكلام التقرير أو البيان اللي نزلته رسمي وزارة الصحة ده جاي لي بيه بيان رسمي اوراق رسميه من الامانه العامه للصحه النفسيه والادمان على راسها الاستاذ الدكتور هشام رامي رئيس الامانه، وبناء على كده نزلت بيه بيان اعلامي لوزاره الصحه. رقم اثنين، بعترض باسم وزاره الصحه ان انا ما اقدرش احجر على راي شخص طبيب، ولكن هو مش طبيب عادي، هو حضرتك هو مكلف رسميا من وزاره الصحه انه مدير وحده الادمان بمستشفى العباسيه للصحه النفسيه. حضرتك بتقول هو طبيب عادي، لكن هو مدير وحده الادمان. حضرتك هو طبيب عادي او مدير وحده ادمان،
مش من حقه يا فندم ان هو بس حضرتك ما كنتش عارف هو مين بالظبط، هو يعني انتوا حاولتوه تحقيق من غير ما تعرفوا هو ان هو يعني مدير وحده الادمان وانكم فاكرين هو طبيب. لا يا فندم جهه انا لست جهه العرض ولا جهه التحقيق يا فندم. انا متحدث رسمي، جهه العرض هي الامانه العامه للصحه النفسيه والجهه التحقيق هو المسؤول عن التحقيق او الجهه المنوطه بالتحقيق. انا يا فندم متحدث رسمي، متحدث رسمي بيقول ما حدش يتحدث لسان الصحه رقم واحد، كلام يضلل الناس. رقم اثنين ما ينفعش حد يتحدث، الجهه الوحيده المنوطه للتحدث هي الامانه العامه للصحه النفسيه او المكتب طيب. الاعلامي لوزاره الصحه. انا بدعو حضراتكم لان الموضوع ده شكله يعني مطول واحنا محتاجين نعرف فيه تفاصيل اكتر. نكون موجودين احنا الثلاثة مع بعض، دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ودكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وأنا، احنا الثلاثة بكرة كده تجمعنا طاولة نقاش حول ما حدث وما يجب أن يحدث. اتفقنا؟ ان شاء الله. خلاص خلاص، شكرا جزيلا لحضراتكم، دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، ودكتور عبد الرحمن حماد مدير وحده الادمان بمستشفى العباسيه للصحه النفسيه.